راح نتابع اكيد وننتقل لعند الشيف شادي مع ورشه ملح حتى نشوف الفطاير، وبفتكر هيك صار في اليه وتحضيرات ل ما هيك لحتى نحشي سوا الفطاير. احبائي صباح الخير، معنا ثلاث دقائق سريعين جدا، عندي كثير اشياء بدي احكيهم بس اكيد ما راح احكيهم كلهم هلا، راح احكيهم بعدين على الساعه 12:24. بس نرجع لعند الشيف شادي بالفقره الكبيره والواسعه، كبه يعني بدنا نعمل كبه، بدنا نعمل كشك، بدنا نعمل كمان خلطه القريش، وكمان عنا عجينه كمان الفطاير بالقريش، وعنا كمان الرز الاسود اليوم مع البندوره الصغيره التومات سوريز والسمار البحر او الفرويدا مير او السيفود. خلوني بس هلا اعطي هيك كم تلميحه صغيره. اول شغله انا عندي هون كبايه وحده من البرغل الابيض الناعم المنقوع، من بعد ما بنقعه وبنعصره خلينا نحط هلا هيدي كبايه وحده هون هيك، حطيناها بالعجينه كلهم سوا يا شيف شادي بهالطريقه. شوي صغيره من البصل المفروم، طلعوا كيف، وحوالي كمان 150 جرام من لحمه البقر الهبره المدقوقه، فيها تكون غنم مدام، فيها تكون كمان مدهنه اللي بدك اياه، بس انه عم نشتغل نحن بلحمه البقر المدقوقة، يعني معمولة على مكنة الكبة، إذا مش معمولة على مكنة الكبة لازم نرجع نفرمها مرتين وثلاثة على الناعم وبعدين بنشتغل هيدا الشغل، أوكي؟ حطيناهم كلهم مع بعضهم، رح أحط شوية ملح عليهم هلا، وإجي بلش أعجنهم تيصير عندي كبة، هلا بتقولوا لي بعد ذلك شو فينا نحط؟ يعني بمعنى الأساسي هي اللحمة المدقوقة، اثنين البرغل، ثلاثة الملح بقلبها، وعنا بصلة. طيب كل منطقة من لبنان، كل امرأة منكم، كل أم منكم، كل شيف بحط على ذوقه أنواع البهارات، منه الكمون، منه الكزبرة، منه الهيل، منه الفلفل، منه النعنع كمان اليابس، منه ورقة حبق، منه الفلفل كمان الأحمر اللي هي الكمونة كمان الجنوبية اللي بدكم إياه، وفينا حرحرة إذا بدنا. أوكي هلا بنكفيها بعد شوي صغيرة لهالعجينة، أوكي أو بنكفيها هلا، فرجينا نشوف. تفرجيكم بس كيف بتجمع مع بعضها شوي، رح انا احط من الهيل شوية هيل، حط شوية صغيرة من الكزبرة، وشوية صغيرة من القرفة، وكمان من الكمون، كلهم سوا، هيك كلنا مبسوطين، اوكي؟ وهلا هون بلشت تعجن عندي، رح فرجيكم اياها شوي صغيرة بعد ما خلصناها، بلشت تعجن عندي كمان الكبة، اوكي؟ هلا بنخلصها بعد شوي. طيب شو هي الحشوة؟ قبل خلونا نشوف مع بعض الحشوة تبع القريش، اوكي؟ او حشوة القريشي لفطاير بالقريش. انا عندي هون طلعوا كيف، هيدي القريشي هون بتعقد بتجنن، طازة، ما راح نقول من وين جايبينها، اوكي؟ مع انه كثير مبسوط اليوم هيك مرقنا وجبناها، اوكي؟ بندورة، طلعوا شو حلوة هيك، بعد البندورة بنروح على البصل المقلي، طلعوا بصل مقلي، وراح احط عليها من النعنع اليابس، من الملح، ومن الفلفل كمان الاسود، لكن صار عندي قريشي، بندوره، بصل، نعنع يابس، اوكي، وعندنا كمان من الملح والفلفل الاسود، صار عندنا هون هلا خلطه بتعقد، الريحه بتجنن للقريش يلي بدنا نحطه بقلب فطاير. طيب صار عندنا لكن هون الحشوه جاهزه، وعم نشوف قدامنا انه الشيف شادي شو عمل؟ عمل العجينه، وهلا بنرجع نحكي عنها كمان بعدين. عندنا العجينه مقسمه لخمس اقسام، انتم فيكم كمان ما تقسموها بس احسن نقسمها، ليه؟ حتى بس نجي كمان نشتغل فيها، اوكي؟ بنشتغل فيها بطريقه كثير حلوه. تايم اوت؟ نرجع لعندك صرنا؟ ايه قالوا لي دقيقتين خلص خلص رجع لعندك هلا المرور، اوكي اوكي طيب نرجع لعندك. يعني بمحلات ايه يعني اذا مرقنا بمرور امن وسالم فينا ناكل، بس اذا ما كان مرور امن وسالم ما فينا. طيب كرمال هيفا وهبي بنمشي الحال. كرمال هيفا اكيد رح نستضيف معنا باستوديو عالم الصباح النائب ميشيل موتران. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. طبعا شكرا. مثل ما ذكر الشيخ شادي مؤخرا الفنانه هيفا وهبي صارت سفيره للقضايا الانسانيه، لحتى نقدر نحكي شوي عن هالامور اللي هي جدا
مهمة بموضوع الاتصالات دون تكست اند درايف، او واحد قديش عم بيستعمل هالتليفونات هو وعم بيسوق بنفس الوقت. اول شيء بدنا نبلش قبل ما نوصل الى هي، فطبعا كنتوا عم تشتغلوا على هالحمله انتم ووزاره الاتصالات من فتره. خبرنا شوي عن خلفيه هالموضوع. حقيقه نحن الهدف من كل الموضوع انه نقدر نوصل لكل قطاع معني او مؤثر بالمجتمع، ونقدر نبني معه شراكه بموضوع السلام الورودي. من هالمنطلق نحن حبينا بشكل عفوي انطلقت الفكره انه يكون في فنان بالمجتمع او نجم نقدر نوصل من خلاله رساله السلام المروريه، خاصه للفئات الشبابيه اللي هي اكثر عرضه بالمجتمع لموضوع الحوادث. بيتاثروا بهالشخص يمكن اكثر ما بيتاثروا بنصائح اهلهم. حبينا يكون الابروتش او المقاربه مختلفه، فرق ما يكون في ضابط عم بيحرر مخالفه او اهل عم يوعظوا بين هلالين الولد، فرق ما يكون عم يسمع هذا الشيء من فنان ممكن يكون عم بحبه بطريقه سلسه او مهضومه. وهذا الشيء موجود بكل دول العالم. صحيح. فنحن عملنا هالمقاربه ومشكوره النجمه هيفا وهبي، تجاوبت وكان عندها التزام اجتماعي بهذا الموضوع ورحبت بالفكره، وطبعا اللي تبنى الموضوع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات اللي نحن بنتشكرهم ونعطيهم حقهم الكامل بهذا الموضوع، لأنه الموضوع اللي تناولناه من خلال النجمة هيفا وهبي هو التلهي أثناء القيادة. فالقيادة التلهي أثناء القيادة مرتبطة بالهاتف المحمول أو الخليوي. هلأ في كتير إشياء واحد بيتلهى فيها أثناء القيادة. أكيد هيدا لحتى نكون عم نحصر نحن شغلنا بالعمل. في ناس إذا معهم حدا بالسيارة بدهم يحكون بيلتفتوا عليهم وبيحكون يعني من هالقد، بس اليوم الأكثرية صارت هيدا الموضوع يلي هو الهواتف. حتى فينا نقسمه التلهي أثناء القيادة من داخل المركبة ومن خارج المركبة، فينا نقسمه بصري يدوي ذهني سمعي. صح. موضوع علمي أكاديمي. صح. نحن ما بدنا نشربك في الناس، ولكن نحن اللي عم نركز عليه اليوم هو الديستراكتد درايفنج التكستينج أو إرسال الرسائل النصية، لأنه أثبتت الأحصاءات والدراسات أنه باللحظة يلي أنت عم ترسلي فيها رسالة نصية معرضة لتكوني تحت تأثير حصول حادث سير معك أكثر 6 مرات. صح. مما إذا كنت تحت تأثير الكحول. يا لطيف. يعني هالمخاطرة عم تنضرب 6 مرات، موضوع كتير خطر، والحاجة لإله أنه كل العالم صار معها هواتف ذكية، كل العالم عم بتكون على كل التطبيقات. وبقول لك شو هي ملا ثانية، يلا ثانية ثانية هلأ ببعته ثانية. أنا شخصياً كل ما عم كون على الطريق عم تنتبه لهذا الموضوع على أي تقاطع، حتى هي وماشي السيارة عم بتطلع يمين شمال، كل العالم على تليفونات الذكية، كل العالم على السلولر، كل العالم على الواتساب، على الفايبر، على الفيسبوك، على الميل، على شو ما كان يكون. هيدا شيء كتير خطير مش مقبول. كل الاحصاءات عم بتشير بكل دول العالم انه في معدل بين 25 و30% من اسباب حوادث السير صارت مرتكزه على التلهي اثناء القياده وبالتحديد الهاتف، لانه كل شيء صار فيك تعملي على التليفون. صح. صار فيك تروحي على البنك على التليفون، صار فيك تسحبي مصاري على التليفون، صار فيك تشتغلي بالبورصه على التليفون، حتى العلاقات العاطفيه وهذا موضوع اجتماعي يعني عم بتصير اكثر على التليفون. العالم عم تحكي بقى مع بعضها. فالموضوع من هالمنطلق نحن شفنا حجمه الكبير وحاولنا نتوجه له. وليش نحن كقوى امن حبينا نشارك في هيدي الحمله ونشدد على التزامنا بهيدا الموضوع؟ لانه تطبيق قانون السير بموضوع التلهي صعب جدا، وهذه صعوبه انا كنت مؤخرا بالولايات المتحده الامريكيه بالاداره الوطنيه للسلام المروريه، وكنا شاركنا بحملات كثير هونيك، شفنا انه بكل دول العالم الشرطه اقل ناس معنيين بهي النقطه بالتحديد، مش عم نحكي بغير امور، بموضوع التلهي. ليش؟ لانه المخالفه صعب قمعه جدا، يعني تقدري تلقطي الشخص وهو عم يحكي على التليفون او هو عم يبعث تكست مسج صعب. وقفتيه بدك تحرري مخالفه، ما فيك تثبتي انه هو كان يعني الموضوع قانونيا صعب. بس يعني الموضوع عم بيتشعب اكثر، كنا بالاول انه ما تحكوا على التليفون. صحيح. صار ارسال رسائل نصيه، صار عم مش بس عم نحكي وعم نطلع على الطريق مش عم نركز، صار عم نطلع يعني. صحيح. ما بقى عم نطلع. صحيح. ابدا على الطريق كان كل الموضوع الوقت. اذا بدك تلهي ذهني بالأول. بالاول يعني الشخص بدماغه. أي. عم بيكون مع حدا تاني على التليفون عم يحكي، صار تلهي ذهني بصري يدوي. صح. الموضوع متشعب جدا، يعني انا صرت عم نوصل لمطرح عم نقول للناس بدك تحكي على التليفون احكي بس ما تبعت مسج. لهالدرجه صرنا عم يعني عم نفضل انه بدك تحكي احكي بس ما دونت تكست. التلهي موضوع كثير مهم خطير. وانا بدي اقول شغله انه نحن بلشنا نعالجه لاول مره بالسلامه المروريه، نحن بنلقط موضوع من اوله وبوقته. يعني كل دول العالم، كل دول اوروبا اللي عم نزورها، كل الدول الامريكيه اللي عم نزورها بلشت هلا
تلفت النظر لهذا الموضوع وتلمس أهميته حتى عندهم ما في حلول بعد، لأنه الحلول التقنية والتكنولوجية من نوع أنه أبليكيشن تطفي التليفون وقت تمشي السيارة مثلا عم بيجربوا يطرحوها، ولكن عم نواجه صعوبات قانونية بالموضوع، لأنه أنت ما فيك تفرضي أو تلزمي شخص يحط أبليكيشن على تليفونه. صحيح، يعني في محاذير معينة، في أبحاث وهي الفكرة تنطلق أنه بتصير مع غيري ما بتصير معي. هيدي بدي وجهها لكل الناس، إيه انه مش انه انا بقدر وغيري ما بيقدر، هو الحق عليك. لا مش هي القدرة مش موجودة بوقت السواقة. سنويا لحتى نستعرض قديش الشريحة اللي عم تتعرض لحوادث السير، سنويا عم نخسر 1000 قتيل، 12000 او بين 12000 15000 جريح سنويا اذا بنجي بنعمل احصاء. في منهم يعني مش بس جريح، عم بيصير اعاقة دائمة مستمرة. اذا بنجي هذا الرقم نجمعه نضربه ب 17 اللي هن سنين الحرب اللبنانيه، بيطلع عنا اصابات وقتلى بحوادث السير اكثر من اللي فقدناهم بالحرب اللبنانيه، فاذا نحن بحاله حرب، اذا بنحكي ارقام نحن بحاله حرب. وللاسف كل القطاعات ما حامله بعد مسؤوليه الموضوع كما يجب، نحن هون عم بيكون دورنا الاساسي من خلال شركات مع الاعلام، من خلال الجامعه اليسوعيه اللي فيها ماجستير اداره سلام مروريه، من خلال مدارس تعليم القياده الجديده يلي بلشنا نشوفها بلبنان مثل الاي دي اي International Driving Academy. شراكتنا وجودنا معكم اليوم كإعلام عم نجرب نتواجد بكل الجبهات، لأنه هذا الموضوع إذا ما رفعنا أهميته بكل القطاعات ما بنقدر نوصل لنتيجة. ما بكفي نطبق القانون، ما بكفي نعمل توعية، ما بكفي نضبط الطرقات هندسيا، ما بكفي الإعلام يشتغل، لازم كلهم يشتغلوا مع بعضهم. امبارح بالتحديد أطلقت حملة بالولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن اسمها 5 to Drive، يعني 5 لتسوق بشكل سليم، موجهة للتينز أو للسائقين الجدد للشباب. أول كونسيرن، أول اهتمام مركزين عليه هو التليفونات المحمولة، ما يستعمل بعدين بتجي السرعة، بعدين بيجي استعمال حزام الأمان والكحول، التركيز على السمارت فونز. أنا بدي أرجع بس يعني لموضوع وجود فنانة مثل هيفا وهبة اليوم بهالإطار، كيف رح تشتغلوا أنتوا وياها على الأرض من بعد ما يعني أطلقتوا الحملة؟ صار في مؤتمر صحفي وانطرقت الحملة فعليا، شو رح بيصير في تفاصيل؟ كيف رح يوصل هالمساج أكثر؟ كيف رح تشتغلوا سوا؟ حقيقة التنظيم والبرنامج والحملة بتفاصيلها هي موضوع عم تعنى فيه الهيئة الناظمة للاتصالات مع وزارة الاتصالات، نحن عم نكون مشاركين كدعم وكتطبيق وكأفكار طبيعية، ولكن من المؤكد أنه حتشمل كليبات على التلفزيون، حتشمل بانويات على الطرقات، حتشمل تواجد للنجمة هيفا وهبي بالأماكن اللي نحن بحاجة نلفت النظر لها، يعني بين هلالين بدنا نستغل شعبيتها إيجابيا لحتى نقدر نلفت النظر لقضية السلام المرورية، وهذا شيء هي بتشجعه وبتدعمه. فأي موقع، أي مناسبة ممكن نحن نحس انه ممكن نستفيد من وجودها، طبعا بموافقتها وبتنظيم من وزاره الاتصالات حنكون موجودين فيها وما حنقصر فيها. في كثير مشاريع، في كثير حملات عم تتحضر، بفضل انه بوقتها وزاره الاتصالات والنجمه هيفا وهبي يعلنوا عنا، لانه في بروجرام معد مسبقا لهذا الاطار. هلا اكيد كمان في شركات الهواتف الخلويه اللي هن كمان كانوا بين فتره بلشوا بهالاطار، كانوا عملوا حملتين مع الجمعيات الاهليه، ولكن هلا صار في حملة رعيتها وزارة الاتصالات، والشركتين كانوا بورشة العمل ممثلين وحيلتزموا ضمن أي توصيات بتصدر عن وزارة الاتصالات. صدرت عنا توصيات بعد ورشة هذه العمل بتقول أهمية الحصول على المعلومات وقت حصول حادث سير، لأنه بعد لهاللحظة بلبنان أنا ما بعرف كم حادث سير سببه التلهي، ما عندنا احصاءات دقيقه، اذا ما عندنا احصاءات يعني ما بنعرف الاسباب، ما بنعرف نعالج، ما بنعرف. انا بدي اوقف هلا بس محل شوي الناس اللي عم بيتابعونا. نعم. انه انا بمشي على طرقات فيها جوار، بمشي على طرقات ما فيها موانع بالنص، بمشي على طرقات مش مضوايه، بمشي على طرقات ما فيها اشارات سير، هلا وقفت على التليفون اذا استعملته نص دقيقه، هيك الناس بتفكر بالضبط. فيني حارجع عيد ومثل ما حضرتك قلتي. الطرقات، الإنارة وقفت على هذا الموضوع، طب لك إذا أنا هاو كلهم موجودين بدي يزيد عليهم كمان التلهي؟ بالضبط. أنا بدي أخذها من غير منظار، نحن ما عم نقول هاو مش موجودين. أنا بدي بشبه حالتنا كبلد بالنسبة للسلام المرورية. أنا عم بحكيك عن الناس يلي بتقاوم، يلي بتقول أنه أنا 100% ببعت 10 مساجات. صحيح. أنا وعم بسوق وما بيصير لي شيء. أنا إذا عم يجيني خطر من 5 جبهات
بزيدهم بنقصهم جبهه ولا بزيدهم جبهه بتعرض فيها للخطر؟ هو الموضوع كله ست غاده انه ريسك اكسبوجر او التعرض للخطر، انا كل ما خفف نسبه تعرضي للخطر حكما عم كون بشكل امن اكثر على الطرقات. انا بدي اقول لك شغله، الوضع بلبنان وبكل دول الشرق الاوسط بموضوع السلامه المروريه بشبهه بالطفل الرضيع او اللي عم يتعلم ماشي جديد، نحن متاخرين جدا بالسلامه المروريه وما فينا ولا مطرح نقول انه هاي الحملة أو هيديك الحملة أو شغلنا أو شغلكم حيوصل بكرة لنتيجة، لا، نحن عم نأسس أسس ثابتة للسلام المروري علمية صلبة حتى ما نرجع نطلع لورا، لحتى مع الوقت نكون عم نبني مؤسسات فعلا عندها السلام المروري أولوية من أولوياتها ببرامجها كلها. فأنا من هالمنطلق بقول للمواطنين هن الحلقة الأقوى اللي منتكل عليها بهالمرحلة، لأنه مش بسحر ساحر حتتغير طرقاتنا ولا بسحر ساحر يمكن يتدربوا فجأة كل عناصر قوى الأمن الداخلي ويصيروا يطبقوا كل القانون بكل الزوايا، هذا إذا لحقوا يكونوا موجودين بكل الطرقات كمان، هيدا موضوع بده وقت. ولكن كل مواطن إذا عم يسمعنا اليوم واقتنع من حديثي ومن حديثك ومن حديث هيفا وهبي ومن حديث الجمعيات الموجودة ممكن يغير سلوكه بين يوم وتاني، ممكن يغير موقفه. أنا تغير له سلوكه بدي أغير له موقفه، يعني وقت يصير يصدق ما ذكرتي حضرتك وقت يصدق انه هو معقول يموت بحادث سير حكما تغير سلوكه. بس انا اذا ما عاد مش مصدقني او مش مصدق انه بالحياه ممكن تتوفى بحادث سير، ممكن تكفي حياتك باجر وحده، ممكن تكفي حياتك على ويلتشير، اذا انا ما قدرت بعد اقنع المواطن بهذا الموضوع ما حيقتنع يستعمل حزام الامان، ما حيقتنع انه ما يستعمل الهاتف اثناء القياده. وهون اكيد رح يعني تختلف كيفيه التعاطي، لانه عم نحكي مع كل الاعمار، يعني عم نحكي عن صغار ب10 وعم نحكي ب20 و17 وعم نحكي ب30 و40 و50 يلي كمان غير طريقه تفكير وغير هيدا، بس الكل اليوم قادرين انه يحصلوا على هال دول العالم برهنت انه النساء اكثر عم يستعملوا الهاتف اثناء القياده. اثناء القياده هيك بس هيك عم نمزح فيها معك. أنا بكل دول العالم. أنا عادة بقول لا. لا لا بكل دول العالم فعلا أحصائياً والسيدات بينتبهوا إلى آخره وأنا معهم وبيتهمون أنه ما بيعرفوا يسوقوا إلى آخره، بس لا أنا مش مع الموضوع. هذا موضوع بنحكي فيه تحت الهواء، بس إنه إحصائياً بس لحتى نرضي شوية الرجال تبين النساء يستعملوا الهواتف أكثر. ميرسي لك، إن شاء الله طبعاً هالحملة هذه توصل إلى أكبر شريحة من الناس. شكراً لكم، نحن دائماً بنحيي اهتمامكم بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك، رح ناخذ كمان مرة بريك مشاهدينا ونرجع نتابع.